اهلا يا محمد حبيبي. العروض اللي قدمت لي اياها شفتها انا، وانا بالنسبه لبناتي ما بجوزن الا بالدولار. اللي بدي يخطب لابنه بالسوري يشوف له بنات تاني الله يرضى عليك. بالنسبه للعروض اللي قدمت لي اياها هاليومين حدرسها انا، ان شاء الله برد عليك. الله معك. شلونك بابا؟ اهلا اهلا اهلا، جيت بوقتك. خير بابا؟ روح واسمع. تفضل. فتح مخك. انا بعرفك انت ذكي وبتفهم ابوك صح، وانت الوحيد بين اخواتك تفهم عقل ابوك. اختك صارت على سن زواج، والعرسان عم بيجوا يخطبوها، والبواب دائما عم تندق علينا مشان اختك. طبعا يا ابي، مثل ما بقول المثل، المرأة خروجين، الخروج الاول الى بيت زوجها والثاني الى القبر. انت سيد العارفين. فبدي اقول لك، جايينا ثلاث عروض لاختك. اول واحد جايينا المقدم تبعه 10,000 والمؤخر تبعه 10,000، وعنده فيلا ب 25,000. 25,000 سوري؟ 25,000 دولار يا غبي. دولار؟ دولار، عم نحكي بالدولار، دولار وبس. المهم اللي قدم هالعرض طيب وابن حلال وكويس، وسمعت انه بيصلي كمان. حافظ لك كتاب الله؟ انا سمعت انه حافظ 10 اجزاء من القران. ممتاز، واول مطلوب. تمام، بس مع العرض الثاني جينا واحد ثاني كمان عنده 25,000 مقدم و25 اخر، وعنده فيلا ب 50,000. 50,000؟ 50,000، بس فيه شويه عيوب بسيطه. ما تاكلها ما لها. يعني عيوب شلون؟ بالشرب، بحشش. ان شاء الله بس يصير عنا منظبطه انا وانت. توكل على الله يا ابي. واسمع لي، هالعرض الثالث اللي هو زبده الكلام واللي نحن بدنا اياه، عندك ابن عمك متقدم لاختك، وانا بالنسبه لي شايفه انسب واحد، لانه حط 50,000 مقدم 50,000 مؤخر، وعنده فيلا ب 200 مليون. بظن عرض ما بتفوت يا ابي. اللي انت شايفه انا معه باذن الله. صح، ابن عمك عصبي واخلاقه ضيقه، ومره اجى على البيت سكران غز ابوه بالسكينه. غلطه معديله اياها يعني. بعدهم بدي اقول لك، اوعى تفكر ابوك انه طمعان بفلوس او عقله بالفلوس. لا 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 لا، انا بيهمني راحه اختك. ويها، كيف ترفض اكمال رسم دينها؟ هالموضوع عايفه عليك، وبدي منك تحكي معها انت وتفهمها وتعقلها، لانه انا وصلت معي لهون. توكل على الله يا ابي. انت ابني وفهمان ابوك صح. قوم فرجيني حالك. السلام عليكم. بدي اسمع خبر طويل ان شاء الله. صلي على النبي. شو بك؟ خلص بخير؟ خلص والله ما راح يصير غير بخير. فطريه بيكون مفكر انه الشغلة على كيفك. اذا هالزواج لم يتم سوف افجرك وافجر المنزل وافجر الحي. انا وابي نريد راحتك وسعادتك، وانت راغده ورا متاع الدنيا. انا الاول حاسس انك على علاقه حب في الجامعه وتريد الزواج من زميلك التافه. وزين كلامك، هي اختك بالنهايه. شو بتعرف يا حماده؟ وصل الدم الى راسي. انا ذاهب الان، وعندما اعود اريد سماع الموافقه منك. حسبي خلص، ما راح يصير غير بدك اياه. ليش هيك بابا حمود عم يعمل فيني؟ كل هذا مشان المصاري؟ انت بتعرف مين حماده؟ انك هاد من المخدرات فايت طالع السجن. اهلهم بده يزوجوه، انا مشان يتحسن. كيف هذا بده يتحسن؟ اذا الدكاتره قال عنه مجنون، انا شو دخلني ابتلي فيه؟ وحمود قال اذا ما تزوجته، اذا ما تزوجته برضا رح يزوجني غصبا عني. طب بصير هاد الحكي؟ اذا في قصه ثانيه انت اساسا ما بتعرفيها. شو هي؟ هذا بزماناته راحوا زوجوه اهله وحده، بعد 15 يوم فاتوا لقوها مشنوقه. اجى الامن لما حققوا في الموضوع لقوها مشنوقه، كان قاعد قال شو عم بيلعبها، شنقها مكان المروحه وقعد عم بيلعب معها. عم مجنون هاد. مو بس هيك، بعد اسبوعين راحوا طلعوه من السجن. ليش؟ مختل عقليا.
حسبي الله كريم، مشان الله ساعدني، ما بدي موت. خلص، ما عاد رح اساعدك، خلص وما رح يصير غير اللي بدك اياه.